لي المغفرة وطلبوا لي الرحمة و هادشي اللي كاين. السلام عليكم. العائلة ديالو الله يصبرهم وهو الله يرحمه، إنسان كان طيب. نتوما راه كتشوفوا بأن القيمة ديال نور الدين الحمد لله راه كلها الناس كاع كلهم المغاربة كان عزيز عليهم، كاع فرجنا كاع ضحكنا، اللهم اغفر لنا وله. هو خبر ليس بيفرح ولا شي خبر يسر في الذات، وإنما خبر بطبيعة الحال خبر حزين، أنك تفقد ورقة من أوراق أحد الرواد ديال المسرح، أحد الرواد ديال الشاشة الصغيرة والكبيرة سي نور الدين بكر رحمة الله عليه. فكان الخبر حزين شيئا ما، ولكن نحمد الله ونشكره أن كان يوم مبارك. فهاد الأذان اللي كتسمعوه كان يوم الجمعة كيودعنا سي نور الدين بكر، وقبل أيام كان واحد الأمل في الحياة، كيسول على الناس، كيزوروه الناس الفنانة. بصراحة نور الدين بكر ما خطا حتى شي فنان ما زاروش، لأنه كان محبوب عند الناس، كان محبوب عند الجماهير، كان محبوب عند عشاق الشاشة، فلذلك كسب واحد رصيد كبير من الجماهير. وخير دليل كنشوف واحد مجموعة من المنابر اللي حاضرة معنا، ومجموعة من الفنانين اللي كاينين معنا الفوق، لا من رجال الأمن ولا من الناس ديال الرياضة ولا من ممثلين ولا سينمائيين ولا منتجين اللي حاضرين اليوم. فماذا عسنا أن نقول، إنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله عليه. آخر لقاء كان قبل شهر، كان لي أول لقاء بعد المرض ديالو كان قبل شهر، زرته هو على فراش المرض، وماشي الوحيد اللي كنزورو، كنزور واحد مجموعة من الفنانين اللي باقين في قيد الحياة، وكنطلبوا الصحة والعافية اللي باقين في قيد الحياة والرواد كذلك، والمغفرة والرحمة اللي ودعونا في الحياة، وهذه سنة ديال الحياة. كنطلبوا الله المغفرة ديال جميع الناس اللي ودعونا في الحياة هذه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.